الآن إلى ما حصل في السويد وكان خطيرا جدا في الأيام القليلة الماضية. مهاجر عراقي عنصري أحرق المصحف الشريف ومزقه، وحين ننظر إلى سيرته ليست في الواقع سيرة لا كانت مشرفة ولا صارت مشرفة. أعود وأرحب بضيوفي الآن، انضم إلينا عبر الهاتف للأسف لأنه الصورة بسبب الإنترنت تعطلت قليلا، من الأزهر الشريف الشيخ العالم أحمد فتحي حجازي، ومعنا دائما من باريس جلول صديقي المدير السابق لمركز دراسات الغزالي التابع لمسجد باريس، من باريس أيضا الكاتب السياسي فيصل جلول، وكان معنا المحامي والناشط السياسي إلي حاتم، وهنا في الأستوديو الأستاذ سمير عيطة. فقط معلومات سريعة عن الذي أحرق ومزق القرآن الكريم في السويد. اسمه سلوان موميكا، هو من الحمدانية جنوب شرق مدينة الموصل العراقية، تخرج من معهد نينوى للسياحة والفندقية، سجن في العراق بتهم انتهاكات وجرائم حرب. بعد سيطرة داعش على الموصل وأجزاء من العراق انتمى موميكا إلى فصائل مسلحة بقيادة ريان الكلداني قائد ميليشيا كتائب بابليون، انشق عن قائده وأسس ميليشيا صقور السريان ثم أسس حزب الاتحاد السرياني. مشاكله الميليشياوية دفعته للهرب واللجوء إلى السويد بعد أن رفضت ألمانيا استضافته. في السويد انتمى موميكا إلى حزب ديمقراطيو السويد اليميني المتطرف، وراح يجاهر بمعاداة المسلمين والمهاجرين ويهدد بحرق القرآن الكريم والعلم العراقي، ويعرف عن نفسه بأنه ليبرالي علماني ملحد. يقول موقع الحرة إن موميكا تقلب كثيرا، تارة كان يتقرب من طهران وأخرى يشجو بالتيار الصدري، وأنه يعاني من مشاكل عائلية ونفسية. فضيلة الشيخ، أولا بعد أن اعتذرت السويد عما حصل وشجبت وأدانت، هل ما زال الأزهر على موقفه بضرورة مقاطعة بضائع السويد؟ والله يا دكتور سمير، يعني الأزهر موقفه واضح في هذه المسائل التي فيها يعني معاداة وازدراء للإسلام والمسلمين، نعم، وتأجيج مشاعر المسلمين في يعني في كتابهم المقدس. طبعا الموقف يعني موقف ثابت، انكار هذا الفعل. السويد صنعت ما صنعت من شجبها لهذا الامر ورفضها لهذا الامر، ولكن هذا ايضا لا يكفي، لان السياسيون عندما يتكلمون فانهم يتكلمون تحت مظله سياسيه وليست مظلة دينية أو تراعي مشاعر المتدينين عامة، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. ولكن السياسة مقتضياتها هكذا، أنهم يشجبون هذا الفعل، يشجبون هذا الفعل، يصدرون البيانات تحت مظلة العلاقات الدولية، تحت مظلة يعني الجسر السياسي الممتد بين العرب المسلمين وبين أوروبا أو بين أمريكا وبين العرب وهكذا. ولكن يعني مشاعر المسلمين الشعوب هي التي نركز عليها، والأزهر هو شعبوي، الأزهر يعني يحدث الشعوب لا يحدث القادة، هذا تعقيد يعني، لأن نعم. يهتمون بالسياسة. طيب ما هو المطلوب فضيلة الشيخ؟ فضيلة الشيخ لو سمحت لي، ما هو المطلوب يعني اليوم وحضرتك تتحدث معنا، ما هو المطلوب اليوم بعد الذي حصل، خصوصا أنه الخارجية السويدية، سأذكر لك ما قالت بالضبط، تقول أنه الذي قام بهذه الفعلة عمليا هو مهاجر عراقي، وأنها تشجب وتعتبر أنه هذا مناهض للإسلام أو إسلاموفوبيا مرفوضة عمليا، ما هو المطلوب برأيك؟ المطلوب ان هؤلاء الذين يعني هاجروا الى هذه البلاد وتحت مظله حريه يعني يعقدوا معهم لقاءات، يعقدوا معهم يعني لقاءات دورات كيف يتعاملون مع الاخر وهكذا. هذا هو المطلوب، مطلوب السياسيون ينزلون الى هؤلاء الى اماكن تواجدهم، يعقدون معهم دكاترة علم النفس يكلمونهم،
بأمر سياسي من هؤلاء. هل مطلوب معاقبة هذا المهاجر العراقي وبأي طريقة وفق القوانين الإسلامية؟ لا لا لا. وفق القوانين الإسلامية والوضعية غير وارد يا دكتور، ساري، العقاب غير وارد. الفكر لا يحارب إلا بالفكر. أوكي. المناقشة، والمحاورة، محاورة الفكر أولى وأجدى. لأن إحنا هنا معلش إحنا قدامنا إشكالية، إن هذا الولد أو هذا الشاب من فئة يعني للأسف الشديد يعني أعطت لنفسها الحق في أنها تزدري الأديان. ولا أعلم من الذي أعطاهم هذا الحق. طيب فضيلة الشيخ، يعني موقفكم، محمود، يعني تدعو للحوار ومناقشة الشباب، هل فضيلتك مستعد؟ نعم. هل فضيلتك مستعد لمناقشته هو نفسه بما نعم فعل؟ مستعد. نعم مستعد، وقد كلمناهم من قبل ولله الحمد، كلمناهم ووصلنا معهم نتائج طيبة في بعض اللقاءات وفي بعض المنتديات. فهؤلاء يعني لابد مشروع وطني سويدي يأتون بهذا الولد ومن على شاكلته، يضعونهم أمام العلماء المسلمين هناك ويحاولون أن يعني يناقشوه ويحاولون أن يصنوه وينحوه عن هذا التفكير الملحد الذي فيه يعني عدم احترام للقيم الدينية سواء كانت إسلامية أو غيرها، لأن الملحد يعادي الأديان الثلاثة. طيب فضيلة الشيخ، حاورتموه، تقول فضيلتك أنه حاورتموه، لم تصلوا معه إلى نتيجة سابقا؟ لأنه هذا أمر غريب فعلا. لا أنا لا أقصد هذا الشاب. يعني وإنما حاورنا ملحدين عندنا في مصر، حاورناهم. إنما هذا الشاب طبعا يعني إيه لم أصل إليه، ولكن هناك هذا التيار أو هذه الظاهرة، ظاهرة الإلحاد، موجودة في الوطن العربي عامة. يعني جلسنا معهم قبل ذلك ووصلنا معهم لنتائج طيبة، منهم من الحمد لله رب العالمين هداه الله تبارك وتعالى وكنا سببا في هدايته، ومنهم من اصر على موقفه ل يعني لاشياء اخرى. طيب خلينا اذا علمية أو اوكي اذا بتسمح لي فضيله الشيخ، خلينا نسال الاستاذ جلول صديقي لانه خبير في الواقع الاسلامي في اوروبا، وكان رئيس مؤسسه مركز دراسات الغزالي في مسجد باريس، وهو كاتب عريق ومفكر عريق. استاذ جلول